طنطل انت ليش ما بتبيض؟ ما ادري نفسي تبيض يا طنطل وتجيب لي اسطول من الطناطل. لا تقلب المواجع يا بني ادم. مواجع؟ مواجع ايش يا طنطل؟ انا نفسي ابيض يا بني ادم. طيب بيض مين ماسكك؟ ايش اللي نفسي ابيض؟ من زمان احاول ابيض. حاول حاول يا طنطل حتى شوف هذا الفيديو، هذا طير باض على ايد صاحبه. يلا يا طنطل تعال وبيض على يدي. حاولت بس ما في امل. خلاص 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 حلك عندي. الو رد عليك؟ لا لسه بجرب الالو. يا بني ادم يا بني ادم شش رد رد. الو كيف حالك؟ ان شاء الله انك بخير. هلا هلا. طبعا انت يا شرشبيل مدرب طيور رائع، فانا حابب استفيد منك. تامي يا الغالة، واش مشكلة ببغائك؟ انا عندي ببغاء ما يبيض. اوه ما يبيض؟ ايش المشكلة مش فاهم؟ ببغائك مسحور. مسحور؟ مسحور؟ اطمئن اطمئن عندي الحل. يا ريت تساعدني، تعبت معاه، نفسي يجيب لي اسطول من الطناطل. اعرف ساحر يفك لك السحر، برسل لك لوكيشن الساحر. تمام انتظرك، ارسل لوكيشن الساحر. لازم تروح له والببغاء معك. تمام تمام شكرا شكرا حبيبي شرشبيل. تمام خلص يا طنطل لقيت لك الحل، اخيرا راح تبيض يا طنطل اخيرا. يما ساحر روح لحالك. لازم تيجي يا طنطل عشان يصير عندك اسطول من الطناطل. ما ابغى انقله. ما هو يا طنطل يا طنطل ارسل اللوكيشن. اكون كلب لو جيت معك. قلت لي بكون كلب اذا جيت معك صح. هاو 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 هاو. يا اخي وين هذا الساحر؟ تعال. وين هذا؟ اقول لك تعال. لا لا خلص بجيك بوقت ثاني. سلام سلام. اقعد. لا ما يحتاج، هم كلمتين بقولهم على السريع وبروح. اقول لك اقعد اقعد. تمام حاضر 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 حاضر. انا خايف. لا لا عادي يا طنطل الموضوع ما يخوف، عادي لا تخاف. لا لا تخاف. انت جاي من طرف من؟ جايك من طرف شرشبيل. شرشبيل 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 شرشبيل. هي ايش مشكلتك؟ مو مشكلتي انا يا اخي، مشكلة الطير. اسكت انت، انا اكلم الطير ما اكلمك. ايش يا رشالين هذا؟ ما اعرف. اسكت يا طنطل اسكت. طيب يا اخي قول لي الحل انا او طير، قول لي الحل، اهم شيء قول لي الحل. حلك واحد، تروح الغابة الملعونة وتجيب الشعرة من الغوريلا. ملعونة. غوريلا. لازم غوريلا؟ ما ينفع شعرة من كلب، من حمار، من ارنب، ما ينفع ابدا. اسكت واسمع كلامي، بعطيك رقم مروض الغوريلات، بيرسل لك اللوكيشن، بتروح للغابة وبتقابل مروض الغوريلات، عاد هو بيعطيك مكان الغوريلا، وانت كل ما عليك تقرب من الغوريلا وتاخذ منها شعرة وترجع لي مرة ثانية، وانا بفك السحر للببغاء. طيب ايش اللي اسويه؟ قل لي ايش اسوي؟ قابل كل شيء في 10,000 ريال، اتعامل مروض علشان تجيب الشعره من الغوريلا. 10,000 ريال؟ خلاص حاضرين بجيب لك 10,000 ريال. طيب عطنا رقم المروض عشان لما اوصل الغاب اتصل عليه. 0-1 كمان واحد كمان واحد كمان واحد كمان واحد كمان واحد كمان واحد. ما شاء الله الرقم مميز. لا تتصل. خلي اجرب اتصل عليه يمكن ينزل له شوي بالسعر يعمل ديسكاونت يا اخي. لا 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 تتصل عليه الحين. هناك شخص تافه يتصل بك. انت المروض؟ لا مو انا. لا هذا رقم المروض.
انا الان راح اتصل في شرشبيل واقول له ان انت مصاب. لا لا شرشبيل لا. هناك شخص تافه يتصل بك. يعني انت شرشبيل وانت المروض وانت الساحر؟ انت الثلاثة مفكرني مصطفى الاغا 10,000 ريال ارسل حلم او دريم مفكرني مصطفى الاغا ثلاثة واحد شرشبيل والمروض والساحر. طلع نصاب يا طنطل طلع نصاب. دقيقة تعال تعال انا ذكر شلون ابيض شلون ابيض يا بني ادم جيب انثى وخلها تبيض.